اختار مهاجم. هم مهاجم؟ ماذا جاء في مركز المهاجم؟ بعد تصريحك الشهير حكام سوق الغزل يضحك، ما هي خططكم لتطوير الحكام؟ يعني انا اعتقد هذا التصريح اللي صرحته كنت عصبي؟ لا مو عصبي في وقتها، لان اول مره اخذ كارت احمر وفي نهاية مسيرتي بالدوري العراقي، وكان الشغلة يعني ما تستوجب، لكن تعرف أنت النجم. أنا المشكلة هاي دائما أقولها، إنه دائما الناس تصيد في وجه يونس محمود، يعني مو كشخص يونس محمود وإنما إلى غاية ثانية بيها، فلازم أتحمل. تطوير الحكام واضح. إن شاء الله أكو خطة. أكثر من 30 حكم استقال بهالأسبوع. احنا قدم استقالة. احنا وياه، شوف احنا موضوع الحكام شوية موضوع خطر، يعني تعرف انت حكم ودير مباراة وهذا. للأمانة اكو بعض الامور الناس تدخلها، يعني انا وياك نصير عنده مشكلة ناس تروح وياك ناس تجي وياي، مع العلم هم ما لهم دخل، اثنيناتهم ما لهم دخل بالموضوع اللي بيني وبينك. زين، انا يجب ان اكون يعني من اجي امثل مثلا المنتخب، أنا ما لي دخل مشكلة بين المدرب ومساعد المدرب إذا تعارك، أو بينه وبين المشرف، أو بينه وبين الاتحاد. أنا جاي مثل منتخب بطني، أجي أقدم العلي وأروح. الحكام أيضا يعني مشكلة، أكو بعض الموالات، فلان ويا فلان وفلان ضد فلان، وأنتوا شفتوها حتى بالانتخابات الماضية اللي صارت، صار شرخ بين الاتحاد، لكن الحمد لله قعدنا وقدرنا نصفيها. زين، وجبنا الأخ حتى نستثمر الوقت. وجبنا الأخ نجاح رحم، خلينا تحياتنا طبعا للدكتور نجاح.